السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، عدنا إليكم جديد وعادت الصوت والصورة. كلنا شفنا في الساعات القليلة الماضية الكثير من الكلام حول استبعاد المغربي عبد الصمد الزلزولي من فريق برشلونة الأول وحتى برشلونة بي، وكل شيء ربط الموضوع على أن السبب يمكن يكون راجع لأنه اختار يلعب مع المنتخب المغربي. غادي نعرفوا التفاصيل كاملة، وأيضا غادي نشوفوا الصحافة الفرنسية أعلنت على العمود الفقري اللي غادي تبنى عليه مستقبل النادي الباريسي. واش أشرف حكيمي من بين هاد اللاعبين؟ اكيد غادي نعرفوا كل شيء بالتفصيل. ونبداو اولا مع عبد الصمد الزلزولي. في الاول خرج الاعلام الاسباني البير روجي وكشف ان سبب عدم المناداه على الزلزولي للفريق الكاتالوني الاول او الرديف يظل مجهولا ومبهما، علما انه كان يستدعى للمباريات الاخيره للرديف. من بعد كل شيء بدا كيتساءل شنو السبب الحقيقي اللي خلى برشلونه يستبعد المغربي من حساباته، وكل اللي ربط هذا القرار الاستبعاد بسبب انه اعلن على خاصيه ستوري في الانستغرام انه غادي يلعب مع المنتخب المغربي في القريب العاجل. ولكن هذا الشيء ما منه والو، لانه من بعد ساعات قليله فقط خرج نادي برشلونه بي عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال على ان عبد الصمد الزلزولي يعاني من التهاب على مستوى الاوتار الرضفيه، وهو ما سيغيبه لمده لم يتم بعد الاستقرار عليها والتي ستحدد مدتها لمدى استجابته للعلاج. يعني ببساطه عبد الصمد الزلزولي فقط عنده التهاب في وتر الرضفه، وان شاء الله غادي يرجع للميادين في اقرب وقت ممكن ويكون حاضر مع المنتخب المغربي في مباراه السد ضد الكونغو ديمقراطية. ايضا الصحف الفرنسيه بدات كتهضر على مستقبل نادي باريس سان جيرمان الذي تزعزع استقراره منذ مساء الاربعاء الماضي اثر الهزيمه ضد الميرينغ ريال مدريد ب3-1 والخروج من دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ من دور ثمن النهائي، وهضروا على اللاعبين اللي خاص يتبنى عليهم الفريق من ضمنهم طبعا المغربي اشرف حكيمي. وتحديدا صحيفه ليكيب الفرنسيه دارت تقرير مفصل حول هذا الموضوع وتطرقت فيه لمستقبل الفريق الباريسي، وقالوا على ان مسؤولي البي اس جي يرون في ماركينيوس وماركو فيراتي وكيم بيبي واشرف حكيمي وجيان لويجي دوناروما ونونو مينديز بمثابه العمود الفقري للفريق، وهم من سيبني عليهم النادي لوضع تشكيله المستقبل، وسيكون من شبه المستحيل تركهم يغادرون. يعني اللي كان كيتمنى اشرف حكيمي غادر الفريق الباريسي فللاسف هذا امر مستحيل جدا، وقلت لكم في فيديوهات سابقه ان اشرف حكيمي مستحيل تفرط فيه اداره باري. كاين الحل الوحيد فقط عند حكيمي باش ينتقل من الفريق هو يسايل العقد ديالو حتى يكمل، يعني من هنا الاربع سنوات دون احتساب هذا النصف الموسم اللي باقي ليه. ايضا كاين اللي غادي يسول على البرغوت ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، ما محلهم من الاعراب؟ ببساطه وحسب صحيفه ليكيب الفرنسيه فان باريس سان جيرمان لا ينوي التخلي عنهما في الصيف القادم، وسيواصلان الدفاع عن الوان الفريق خلال الموسم المقبل رغم عدم تقديمهما المطلوب هذا الموسم، خاصه ميسي الذي جاء ومعه 7 كرات ذهبيه لافضل لاعب في العالم. وعلى السريع غادي نقول لكم لائحه المغادرين في باريس سان جيرمان، فبحيث إدارة النادي لا تمانع في التخلي عن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والهولندي فينالدوم اللي ما قدرش يلقى بلاصة في الفريق هذا الموسم، إضافة إلى ماورو إيكاردي وليوناردو باريديس وإدريسا غاناكي، إضافة إلى كورزاوا وجوليان دراكسلر والإسباني أندر هيريرا. يعني تورج باريس سان جيرمان بدات من دابا لإصلاح ما يمكن إصلاحه، وطبعا حتى المدرب ماوريسيو بوكيتينو غادي يكون حتى هو من المغادرين، ودائما كنرشح المدرب زيدان هو اللي غادي يكون مدرب باريس سان جيرمان في الموسم القادم. عموما ما يهمنا اكيد هو اشرف حكيمي، الوضعيه ديالو جد مستقره داخل النادي، اكيد كنتمنوا ليه التوفيق في المستقبل، وخير الكلام ما قل ودل. وكالعاده كان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.